السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. إخواني أخواتي، هناك حالة مستعصية من الحالات المستعصية اللي كتوجد عندنا في مدينة آسفي، وهاد الأخت هذه عانت كثير بأن الحالة بأن الأخت هذه فيها 4 من الجن. هاد الجن قبيلة من قبائل من الجن، كان عندها قبيلة. المهم الحمد لله حنا دابا كندير لها الترقية، كما قال المثل الترقية قبل التحلية. دابا كنقوها هاد الأخت كما تلاحظون مسكينة زهرية، وهاد الجن بأنه بغى يستغلوا الدم ديالها. هادو من مصاصين الدماء، الجن مصاصين الدماء. الملك ديالهم شمهاروش، الملك ديالهم شمهاروش كي أرسلهم باش يجيبوا الدم ديال الأخت هاد. ولله الحمد حنا قمنا إن شاء الله باش نعاون هاد الاخت هذه، باش ننقذوها من هاد الطامه هذه، طامه الذي اللي رونات العائله ديالهم مسكينه. وكانوا هاد الايام تكرفصوا عليها، قطعوا لها الشعر ديالها، وكانوا شعلوا لها العافيه. وبارح جانا خبر بان الولد ديالهم لا يتجاوز من العمر ديالو 4 سنوات، جاو ليه بالليل قجوه بانه داروا ليه عمليه الخنق اعترافا الاب ديالو، هو مريح معنا. وهاد الاخت هذه كما تلاحظون في الاخير كان عندها واحد 3، المهم كانت عندها ملكة جنية، ملكة. ومهم كنيات دول دوك جوج الجن نسيت الاسم ديالهم، انا نعرفهم ان شاء الله، نعرفهم باذن الله عز وجل. المهم هاد الاخت هذه دخلت ليها هاد السيده هودت العين، سميتها عين ميرا. وكنوصي الناس اللي عندهم المس وعندهم الزهريه، الله يجازيكم بخير. هاد العين ميرا راها ماشي سيده، راها نوع من الجن. والرقاة راه عارفين بان اسم ميرا راه ماشي اميره، ميرا نوع من الجن. واللي بغى يدخل ويبحث في القنوات والحمد لله الاعلاميه، صار العلم راه موجود، يبحث ويلقى بان ميرا راه نوع من الجن كتعشق الرجال. ميرا كتعشق الرجال وكتعزز عليها الغناء وكتعزز عليها الشطيح باللغه ديالنا العاميه، بان هذه الاخت هذه هودت العين باش كباقي النساء باش تشوف وتعرف اش كاين تما في العين. اذا بها دخلت لها جنيه الرابعه، هي فيها 3 مسكينه كما الصلاه الديمه ديالها، دخلت لها ميره. وهاد ميره هذه من استنطقناها الحمد لله ولله الحمد، لقيناها بانها قالت لنا حنايا ماشي ميره وحده، حنا ميرات، سميت ميره، كاين ميرات بزاف. كنستقطبوا النساء اللي فيهم المس وفيهم الزوريه، الدريه ما عرفنا عندها الزوريه ولا مفتوحه، دخلنا ليها. واذا بها الحمد لله بانها راه مكرفصه واحد الكرفيس، ولله الحمد ستلاحظون ان شاء الله عمليه خروج باذن الله عز وجل. وحنا كنتواجدوا بمدينه اسفي ان شاء الله في الاخر ديال الفيديو غنخلوا لكم الارقام ديالنا الهاتف، انا والاخ رشيد الراقي اللهم بارك، لانه ضد الجن الحالات المستعصيه باذن الله عز وجل. حنا كنتواجدوا بشرى لسانك من اسفي، حنا ان شاء الله راه كنقلبوا على واحد المركز، كنقلبوا على مركز، ولكن مع هاد الاوينه ديال الدخول ديال المدرسي طالبه تبارك الله متوافدين على الكليه، عندو اختصاصات اللي كاينه هنايا في سيدي بوزيد، ولا واحد العائق من ناحيه الكراء. والحمد لله بغينا نفتحوا واحد المركز، ولكن الان بانه السماسري السماسره مساكن ملي كتقول لي بغينا واحد المركز كيقول لك راه الدور عامرين. ولله الحمد غنلقاو المركز باذن الله عز وجل، ونكون لكم بشرى. هذه الساكنه ما كيتسنى حتى شهر 11 شهر 12، المهم علاج الحالات المستعصيه. دابا نخليكم الاخ الصديق ديال الراقي اي تدخل ان شاء الله باش يحضر هاد ميره وهاد 3 الجن لتتم عمليه ان شاء الله الخروج باذن الله عز وجل. نقدم لكم الاخ رشيد باذن الله عز وجل، هو غيتصرف باذن الله. بسم الله، بسم الله توكلنا على الله، بسم الله توكلنا على الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله توكلنا على الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، يقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع، كرسي السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت وإن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى،
لا انفصام له والله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دريا يؤخذ من شجرة مباركة في زيتونة لا شرقية ولا غربية كاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. بسم الله بسم الله بسم الله توكلت على الله بسم الله توكلت على الله بسم الله توكلت على الله بسم الله يرقيك والله يشفيك. بسم الله ما المعي في الجسد؟ طلع ودوي معي. شكون اللي معي؟ شكون اللي معي؟ شكون؟ انت دوي معي. شكون؟ شكون اللي معي؟ شكون اللي معي؟ مليكة. شكون مليكة؟ سرح لي يديك هنا، سرح لي يديك. ما بغيت ترحيم. بإذن الله تكتف الأيدين، بإذن الله تكتف الأيدين، بسم الله توكلنا على الله، بإذن الله تكتف الأيدين إلى الوراء، تكتف الأيدين إلى الوراء، بإذن الله تكتف الأيدين بإذن الله إلى الوراء، إلى الوراء، بسم الله توكلت على الله، بسم الله، بسم الله إلى الوراء، تكتف الأيدين بإذن الله، بإذن الله تكتف الأيدين، بإذن الله، بالقدرة إلهي تكتف الأيدين إلى الوراء، بسم الله توكلت على الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، تكتف الأيدين، تكتف الرجلين. بسم الله تكتف الايدين باذن الله وتكتف الرجلين باذن الله. بسم الله بسم الله تكلمي بادب. علاش دخلتي لهاد الجسد؟ دوي معايا. ها دوي دوي باش تسمع. ها علاش اش باغي الدم؟ دوي معايا تتشربو. تدوي معايا دوي معايا دوي ما سمعتكش. تتشربو انا نشربو لك. نشربو لك انا بغيتي الدم ديالي. لا نشربك. نشربك واحد شويه الدم باذن الله. ها بغيتها هي ود السيده. واش بغيتي هاد المسكينه وما خليتو فيها والو؟ واش بغيتو هاد؟ شحال نتوما بعدا في الجسد؟ شحال شحال نتوما ما سمعتكش؟ اربعه. اربعه جبت عدي. ها جبت عدي. ما بغيتش عندك والو. انا اجي نشوفك. ها اجي 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 ضرب الدوار عندك. زايطوا لي هاد الناس وقول لي شتضرب دوايرة راه كاين تم. ها صافي نمشي بحال هادي. صافي تكتفوا رجلين باذن الله. تكتفوا رجلين بسم الله توكلت على الله. صافي بقيت نجي. بسم الله توكلت على الله. شكون اللي كاين شحال نتوما من عيال من مراوات؟ انايا. ها اب وحدك على مرا؟ اب وحدك ولا شحال من مرا؟ جوج. كاين جوج رجال؟ تنزلي انت وبغيت الراجل يطلع. تنزل بإذن الله والراجل يطلع. الراجل يطلع بإذن الله. كيش لا هادي كان هادي ماشي عندنا هادي كان. شكون سميتو؟ ماشي عندنا هادي كان هادي. ها سمعتكش؟ ماشي عندنا هادي كان هادي. نادي كان هادي؟ ايه ماشي عندنا. ها تبتو شحال في الجسد؟ شحال كاينين في الجسد؟ ماشي مشكل نتفاهمو معاك تيا. بسم الله بسم الله توكلت على الله. بسم الله توكلت على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله توكلت على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله توكلت على الله. بسم الله توكلت على الله. بسم الله تحرق بإذن الله. بإذن الله تحرق. تحرق بإذن الله. تحرق. تحرق بإذن الله. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله تحرق. تحرق بإذن الله. تحرق. تحرق. تحرق بإذن الله. بالقدرة الإلهية تحرق. بسم الله توكلت على الله. بسم الله توكلت على الله. بسم الله تحرق 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 بإذن الله. تحرق بإذن الله بقدر إلهي. تحرق 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 شد نبت على من الآداب. تحرق 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 بإذن الله. تحرق 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 بإذن الله. تحرق 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 تكتف بإذن الله بالقدرة الإلهية. تكتف بإذن الله. تكتف رجع الله. سخفتك قلت ندوم في الادب وانت تقول لي ما كاينش. شكون هاد نادي كندي؟ ما عرفتش هاد نادي كندي. شي واحد سميتو جن سميتو نادي كندي. بسم الله توكلنا على الله. اش بغيتي شي حاجه الاخ نور الدين؟ سير دوي تكلم دوي دوي هضر تكلم بلاتي. شكون شكون مليكه هادي؟ مليكه ها فين هو هذيك اللي قلتي قريقش فين هو؟ ما كاينش. بلاتي بلاتي قريقش فين هو؟ ما كاينش. علاش ما كاينش؟ ما عرفت فين كاين دابا. فين أجي بإذن الله. غنشوف غيجي. غيجي إن شاء الله. قريقش شكون الآخر اللي معاك؟ شكون معاك الآخر؟ شقيفة. شكون معاك الآخر؟ شقيفة. ها؟ شقيفة. شقيفة؟ إيه. شكون شقيفة هذا؟
علاش؟ شكون هو شقيفه؟ قلنا عرفوا شقيفه شكون؟ عرفوش. واش جني؟ ايه جني. ايه ثم قبيله. شكون الاخر؟ سميت الاخر من غير شقيفه. قشقش. ها؟ قشقش. قشقش ولا قريقش؟ قريقش. ها؟ جوج. كيفاش النادي كان هادي كتقولي النادي؟ اش هاد الهضره هادي النادي؟ ما فهمتش النادي كان. ايه شنو النادي كان هادي؟ ما فهمتش. هو علمني النادي كان. علمها ليك زوينه تي انت مشرملين دابا انتم في الجلسه ها مشرملين ها ميرا فين هي ميرا خرجوها الفساد ميرا فين هي بغيت تخرجوها الفساد عرفتي شنو هويا غتودعي راسك صافي علاش الوداع ما تبقايش في الجسد باذن الله صافي علاش ما تبقايش في الجسد علاش كرفصت واد السيده هذه شو قطعت على شعرها شو قطعت على شعرها انت اللي قطعتي على شعرها ملكه هات انت ياكي هذيك خطره قلت لنا خرجنا وكذا وعاود تتمصوا لها الدم ديالها ها تتمصوا لها الدم ديالها شكون قطع على شعرها انت هي شكون شعل البراد العافيه دوي دوي تكلمي تكلمي تكلم الاخر شقيفه شقيفه شكون شكون قاش لهم ولدهم البارح مارت لا دوي ما تكذبيش طاعه لله تكلمي باذن الله طاعه لله طاعه لله مارت ها ولدو شكون البارح دار لي بحال هكا قجو عنده 4 سنين مارت شكون قجو البارح مارت انت هي اتعرفي باذن الله انت هي انت اللي قشيتي خاصه بقشجان واخ انا نقشك ان شاء الله دابا شوفي ودعي شي دابا شحال تي شهر هنا انت كتاكلي وتساري كذا ياك ما تحليش يدك ما تحليهم ان شاء الله باذن الله تبقى اليد مكتفه باذن الله يكتفوا الايد باذن الله عز وجل رجعي اللور رجعي اللور رجعي اللور يلا طاعه لله رجعي اللور رجعي اللور رجعي اللور رجعي اللور رجعي راسك اللور رجعي راسك اللور رجعي اللور رجعي اللور يلا ودي ان شاء الله راسك تخرجي تحرقي تموتي اختاري اش كاين ها تكلمي تخرجي تخرجي تحكمتي على راسك تصرف الاخر اش دابا دابا انت مغيش تخرجي ياك باغي تبقاي تمصي الدم ياك شي مشكل اخر كلمه اخر كلمه صافا نخرج ها لا انت انتيا بغيت نسولك ايه بغيت نسولك واش كتبيش عليا ايه حمقه لا ما سوقيش تكوني حمقه ولا بعقلك ما تيخصنيش داكشي سمعيني اش نقول لك ايه بلا ما تفكيش ليدك ليدك ما يتفكوش باذن الله القدره الهيه ما تفكش اليدين ما يتفكوش نسولك انتيا ما بغيتيش تخرجي واش انتيا ماسونيه يهوديه ولا يهوديه ماسونيه جاوبين مسؤولية يعني يعني واحد النقطة بغيت نوصل بغيت نوصل للناس وتجاوبني بصراحة دابا التصريح من طرف الجن ماشي من طرف الإنس الجن هو اللي تيصرح ماشي أنا واش نتوما الجن اليهودي اللي تيكون في الجسد تيسلم بلا كذوب بلا نفاق ما تيسلمش حاسن جدا واش تيخرج تيمشي في حالاته بنوبة بلا كذوب دوا معايا الصراحة ما تيخرج انا عارفكم ما تيسلمش وما تيخرج يعني من هاد النقطه الناس الرقاه الله يجازيكم بخير الجن اللي تيكون في الجسد راه ما تيسلمش وما تيخرج خص بنادم يفهم هاد المفهوم بانه الجن راه ما تيسلم ما تيخرج شنو خاصو يا القتل يا الحق باذن الله الله اللي تيقتل والله اللي تيدير اي حاجه ودابا ان شاء الله غنحيدوك انت من الطريق ونطلعو داك نادي كنادي ولا قشقش بسم الله توكلنا على الله اسمح لي الاخر شي واحد دخل الله يجزيك بخير خذ راسك خذ راسك دابا انا حاميت عليك دابا هو بغى يطير لك عمرك ياكي ياكي انا غنحامي عليك انا كندخلك كمحامي ياكي تخرجي من الجسد بلا ما تعذبي بلا ما تحرقي بلا ما تقتلي ها ها ما نحاميش تخرجي تخرجي الا ما تخرجيش اخر الكلام ديالك اخر كلمه راه نبقى نكثروا في الهضره اخر كلمه ما مش هضره اخر كلمه اخر كلمه ديالك ها ما تخرجيش بسم الله توكلنا على الله بسم الله توكلنا على الله هذا بيعطي لك راسك لاله ملك اخر كلمه اش بغيتي شنو تموتي بسم الله دابا يعطي لك راسك بسم الله توكلنا على الله تموتي وما تخرجيش ما عندناش مشكل حتى حنا اللي جا نقتلو فيه حتى نشوفو حنا
حنا الله مسخرنا ليكم نتوما باش نقولوا بسم الله. شتي اللي ديش حط الصباح اللي ديش شنو شتي شتي ولا ما شتيش؟ ها شنو شنو دوي شنو دوي مال ها شتي؟ ماشي مشكل بسم الله توكل. بغيتي تدخل ليا الجسد ديالي تانا ماضيه بسم الله بسم الله توكلنا على الله راسها طاح كان هادي نادي كان يطلع مكتف باذن القدره الهي بسم الله توكلنا على الله بسم الله توكلنا على الله شن الاخر يطلع طلع طلع باذن الله طلع طلع اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد طلع 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 نوض 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 نادي كنادي شكون معايا نادي كان القريقش ترشرش ترشرش انت فين ترشرش ترشرش كيفاش ترشرش شرميل هضره ديال شرميل باذن الله جن مشرمل باذن الله تسلسل الرجلين باذن الله تكتف الايدين بالقدره الالهيه تكتف الايدين فين صاحبي اه ما صاحبكش انا صاحبكش بينا وبغيت صاحب معايا فين اللي كان كيشرب الشراب كيطلع مبوق انت ولا مبوق انت لي ماشي مشكل انت هو القبيح انت هو السبع انا هو السبع هو السبع اللي داير لك مشتيمش شتيم ها ايوا راه ياكلوك ياكلوك ماشي مشكل شتي شحال واحد تبارك الله شحال داير شوف فيا علاش انت في هذا الجسد ها علاش في هذا الجسد دوي معايا جاوبني ما بغيتي تجاوب بسم الله توكلنا على الله بسم الله يحرق بسم الله يحرق باذن الله يحرق 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 باذن الله يحرق يحرق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله توكلنا على الله بسم الله يحرق 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 باذن الله يحرق باذن الله بالقدره الهي يحرق 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 العذاب ثم العذاب العذاب ثم العذاب عذاب ثم العذاب يحرق يحرق باذن الله بالقدره الالهيه بالقدره الالهيه القدره الى يحرق 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 تبت رجليك تبت رجليك تبت كتف ورجلين يلا كتف ورجلين كتف كتف ورجلين باذن الله يحرق 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 باذن الله يحرق العذاب ثم تكلم اتكلم ها علاش داخل في الجسد علاش داخل في الجسد دو معايا يا صاحبي دو معايا دو معايا شوف فيا علاش داخل في الجسد ها تقاد تقاد لي وقف لي تقاد تقاد احرقتك انا احرقتك الله لا تحرق انا احرقت فيك انا ما انسان ضعيف وانسان بحالي بحال المخلوقات الاخرين الله لا تيقتل والله لا تحرق نوض 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 قف 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 تقاد لي في الراحه تقاد رجع للور رجع للور رجع للور رجع 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 علاش داخل في الجسد الدم ماشي دير بيه حلو اه حلو الدم عندنا نعطيك الدم اه بغيتي الدم عطي لي ولا انا دمي باسر واقي لي انا بنايه بغيتي انت هي ها نخدموا بالدم واش تخدموا بالدم دابا اشرح لي باش نفهمت انا اشرح لي الدم دابا الدم واش تشربوه ولا تدوه تتسحروا به كنشربوه كندوه نسحروا ليه به ياك فين تتسحروا ليه به في قبيلتكم انت اش من قبيله نتوما من حمر وانت الهدف ديالك من هادشي كامل واش تشرب الدم ولا الهدف ديالك واش تم استغل هذا الجسد ولا ما عرفتش عطيني الهدف ديالك تم من هادشي كامل عطيني الهدف ديالك شنو بحال خدام وما خدامش انت دابا خدام تتسرق الدم خدام وهذا هو دابا راجله لما تكلمنا معاه قال لنا ديما تتشم دابا بحال قلتي تينوض عليهم الصداع انت تتنوض لازم تدخل سكرين وراجلك خانزه بالسيليسيون وتدي لها النباش باش تخاصم مع راجلها كاين ولا ما كاينش بلا كذوب ها انت اسمع الاخ الشهاده ديال الزوج ديالها بما يبان باذن الله صافي عطي دوي بما يبان شوف عطي داكشي اللي كنتي تشوفه قول علاش تكذب داكشي اللي شتي الله يجزيك بخير داكشي اللي ديال الريحه اللي قلتي لي السلام عليكم اخواني دابا الزوجه ديالي هذه دابا تكون مريح انا وياها بحال هكا تنقعد حداها وتتشوفني يلاه مصلي العشاء تصلي العشاء المغرب والعشاء وداكشي واحد شويه تقول لي فيك ريحه الشراب فيك ريحه السيريسيون تقول لا قول هذا بلا مش تراجم واش انا سكران وغنشرب واحد الوقيته مني درت مني جيت وهي تهضر فيها واحد اديميره اللي دخلت ليها مؤخرا وهي تقول لنا لا راه دوك اللي تيجوا سكرانين هما اللي تيديروا لها بحك باش تخاصم معاك وداكشي وكان في هذاك ديال كان شادين لها على حساب الرحم ديالها باش عمرها تولد شي مده شي 3 سنين
من جاء اخ نور الدين المهم ردت شي سحر ردت من ديال المسمن كانت هذيك الساعه كانت واكله ورددته. وديك الساعه الحمد لله جاب الله هذيك الساعه واحد الوليد راه دابا عنده في عمره مارشي حيد من هذاك الساعه الحمد لله ولدت من وراه ولدت الحمد لله. دابا القضيه ديال الشعر كيفاش الشعر؟ ديال الشعر كانت اخويا مريحه ما بها ما عليها تناضت على المرايه وبقات تقطع في شعرها كامل قرعته الشعر باقي تم دابا انا مشيت تما واحد الثقبه تلقاه تما واحد الثقبه باقي ان شاء الله ان شاء الله. ومؤخرا كنت انا مشيت هو تقضيت شي غرض من جيت قالت لي علاش شعلت البوطه شعلت المقراش خليت البوطه شي على راه كان المقراش قايته تيطيب قلت لها نمشي انا نقول هذا بلا مشتا راجل وتقول لي لا المقراش. من جاء اخ نور الدين عاودت لي بحال كو قال لي كيفاش قلت لها وقع لي وقع لي من جيت لقيته هو تيدير لي العافيه تيشعل لي العافيه هو يقول لي هذا راه اندار الاول قال لي باش درت لك البوطه قال لي انا خاص بالعافيه قال لي باقا نشعل لك الدار كامله فيها العافيه الا ما بغيتيش هذا المرق توافق لينا دو معاه باش توافق لينا على الشرك بغاو تولي شوافه حيت دابا هي الدم ديالها تخدم بها السحر وهذا الشيء وهي هي معرضه لهذا الشيء. من جاء الاخ نور الدين والاخ رشيد المهم عاودت لي مشيت عاد روقات انا خويا قال لي خرجت خرجوا كانوا في خمسه قلت كاين تقول لي خرجت خرجوا ولكن تيرجعوا بعث نبوت في النعاس تنعس معاه بالليل تكون ناعس بحالك تتنوضي تدفع لي تقول لي حيد من حدايا تقول له فارح فارح ماكي تقول لي هي فهمت تقول لي تقول لي تنقول لها ماركي تقول لي حيد من حدايا. المهم ملي جيت انا نقول السيده مالها وقال لها مريضه ما بغاتش ليا هادشي وكذا ما بغاتش نبقى نريح حدا ملي جيت لقيتهم هما اللي دايرين ليا هادشي كامل هما تيديروا لي العواري. اخ الكريم بان هي هذاك الشيء اللي فيها كيجي شام السيليسيون وسكران وكتشم فيك هي الريحه كتحمل تشم فيا انا الريحه وتتقول لي لا انت سكران وكيديروا هاد الاعمال هما تقول لي انت سكران وهادي ملي مثلا نقول لها شي حاجه دغيا الانفعال ديالها ما كانتش هي كاع بحكم كانت دغيا القضيه ديال العين الله يجزيك بخير اللي قلتي ديال العين خويا ودات العين كانت مريحه قالت لي انا هود العين وهذيك قلت لها صافي سيري غادي مع شي ناس من العائله. المهم هودت دخلت لها وحده سميتها ميرا قالت لها لا انا شتها عجبتني وهذي حنا مريحين في العين وعاودت لي واحد القصه اش قالت لي هي قالت لي حنا كنا اربعه خواتات في العين خواتات وكاين كاين الجن كثير وشياطين قالت لي وهذوك الخواتات مكلفين بالزهريه قالت لي واحده دخلت في مرتك هي اللي فيها دابا هضرت ميرا وثلاثه دخلوا في واحد الدريت ما عرفناش علم ولي الله قالت هي قالت ثلاثه اخرين خواتاتي دخلوا في واحد في كل واحد كل جني دخل في وحده وهذه دخلت في هذه قلت لها علاش قالت لك حيت هي معرضه دابا هي زهريه عامره شياطين وميرا العين عامره ومن وسحر وكذا عامره في العين هادشي كي في تقول لنا ميرا الا تعطى ميرا ان شاء الله قالت لك هي كانت في العين هي مريحه تهودت هذه من هودت دخلت ان شاء الله ميرا بهذه المسائل وكنت مريح بارح بارح مريح قالت لي رويده نوض نوض ولدك ما ولدك تصور الدري تنهز والله عنده اربع سنين تنهز وتي تلقاتك واحد الطويل تسولك سميتك نادي كناديك تدوي معايا واش هذيك الحمقى هاد الحمقى اللي ماتت دابا واش اللي بغات تقتل لي ولده جاوبني بصراحه دوي دوي بغيت نسمع اش دارت ليه اش دارت ليه اش دارت ليه اش دارت ليه كيفاش الطريقه ودوي معايا ما باغيش دوي ها قاتو علاش بغيت نعرف واش عليه علاش بغيت نعرف ما بغيت بغيت نتاقم من الراجل ولا كيفاش عارفه لا قول لينا انت قول لينا انت علاش عارفه اش عارفه هي فين هي فين هي فين هي فين الله يرحمها وباش نعرفوا حنا كلنا انت ما بغيتش تقول لينا بغيت تبعها ودود ما كاينش اللعب دود ما كاينش اللعب دود يلا يلا باري باري احنا ما نخرجوكش ما نقولش لك سير خرج ضرب دوايه ورجع يا تموت يا دويد اختار دابا وتموت ولدي دويد علاش 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 ديك الوليد صغير بغات تقتلو علاش بغيت نعرف انا على السبب علاش دوي معايا صاحبي بالخف شنو لاهين معاه دابا بغيتو دابا الدري الصغير يمرض ولا تقجوه باش تبقاو ملاهين معاه باش الرقات باش ما يجوش الرقات للدار حيت انا لا دويد دويد ما سمعتش حيت انتوما سمعتونا جايين ياك انتوما سمعتونا جايين ياك بدو ديروا بلانات الفتنه بغيتي دير دابا الفتنه باش هو يبقى ملاهي ما هو البلانات وهادي باش نتوما تبقاو عايشين تسرقوا الدم تمص الدم ولكن الله راه كبير نسيتوا الله راه بينا هو اللي خلق هذا الكون كامل هو اللي قادر يسيرو نسيتوه حنا راه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يخرج يقتل باذن الله لا باقي جوج اخرين انت دابا اش من ديانه ديالك دو تتمثل عليا انا نمثل عليك الحرق باذن الله يحرق باذن الله يحرق العذاب
العذاب ثم العذاب، يحرق بإذن الله، يحرق 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 بإذن الله. نوض نوض نوض، رجع رجع، يحرق يحرق يحرق، بسم الله توكلنا، يحرق 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 يحرق. ادوي معايا، ادوي معايا، ادوي معايا، ادوي معايا، ادوي معايا، واش ادوي معايا بالعذاب؟ تدوي معايا ها؟ يلا رجع لبلاصتك، رجع لبلاصتك، رجع لبلاصتك، رجع لبلاصتك، قلت لك نوض ورجع لبلاصتك، رجع لبلاصتك، رجع رجع، تا تكنزز عليا، رجع ديك العياقه ديالك كنساليها لك اليوم، رجع نوض، رجع 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 رجع، تبقى مكتف بإذن الله، القدرة الإلهية، سير رجع رجع لي الله، رجع 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 رجع، ديك العياقة ديالك دابا انت هو القبيح ياك ياك، انت هو القبيح ماشي مشكل. سولو بعدا، سولو سولو، يخرج سالم يذبح بلا ما نظلمو، تخرج بقيتي ترجع؟ ايه أكد أكد دابا، حط يديك حط يديك حط يديك، نشوفك واش تكذب، حط يديك حط يديك فوق كبير، فك 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 بإذن الله، شوف بإذن الله، حط لي يديك هنا، ها حط لي يديك هنا، غتعطيني عاد شوف، إلا كنتي نيت تخرج هاد الشيء بالنية الصافية، اللي يدك تهز وتعطيني عاد، كنتي غدار غدار وما تخرجش، غتخرج غضرب ولا ترجع، اللي يدك ما تهزش بالقدرة الإلهية، بسم الله توكلنا على الله، بسم الله إنا أعطيناك الكوثر، فصلى ربك ونهار إن شاء الله، ترز لي يدك نشوفها. ما بغاش تهز ياك؟ لا هز انا بحق مشتاش هز هاد اللي تهز بيدني، لا نشوف واش زيد هز، واش عطاني على هاد، شوف الله خليها بحقك خليها بحقك، لكن تي تموت عتهبط، ما كنتيش تموت غتبقى بحقك بيدني الله، هيا تهبط هيا تهبط بيدني الله، تموت بيدني بقدرة الله، هيا تهبط شتي هيا تهبط، تهبط 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 بالقدرة الإلهية تهبط تهبط، لكن شي تموت تهبط، شي لكن شي تموت يطلع لك راسك تهبط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تهبط ياك تهبط بزز، بسم الله توكلنا على الله، بسم الله توكلنا على الله، بسم الله توكلنا على الله، يلا غتخرج ياك غتخرج غتخرج غتخرج، ما خلي ما يخرجش ما خليش يخرج يعني. غدار يا لي دوت تهبط اصاحبي، ها لي دوت تهبط، يلا 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 يلا، لكن تي تموت تهبط بحال هكا بإذن الله بقدرة الله، تهبط لهنا بإذن الله، لكن تي تموت يلا ما تعطلش، بالي 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 بالي، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله توكلنا على الله، بسم الله توكلنا على الله، بسم الله توكلنا على الله، هبط لي يدك صافي، هبط هبط لي يدك، ما يخرج يضرب دوره، ها يلا يخرج غيخرج صافي، خرج خرج خرج، لا ما يخرج، غير رجع غيموت، غير رجع غيموت دابا، راه نعرفوا واش رجع ولا ما رجعش، خرج يلا خرج، في غبشي في غبشي في غبشي، تكلم في غبشي، ما تخرج صاحبي، ها صاحبي، شكون صاحبك؟ ما تعرفوش شكون هو صاحبك، ولا رجعتي للجسد؟ ها ولا رجعتي للجسد؟ ما رجعش، وكنقسم لك بالله تتموت ياك، تدابا بغيت تخرج، اخرج حالاتك، يلا خرج شوفك تخرج، ماك ما خرجت، ها يلا خرج خرج خرج، من الصباح كبير ديالك، خرج خرج من الصباح كبير، دير رجليها يلا خرج خرج يلا خرج، حنا راه ماشي معدين، حنا راه ما نتعداوش عليه، يلا اللي بغى يخرج يخرج، مرحبا بي صادق، اللي بغى يموت راه يقول لك نموت، يلا 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 خرج وطلع الاخر، يطلع الاخر، يلا 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 خرج، رجعتي الله تتموت بالله، شكون اللي معايا؟ شكون اللي معايا؟ شكون اللي معايا؟ فين هو نادي كنادي؟ شوف فيا تشوف فيا، ضرب بزاف ضرب بزاف ضرب بزاف، فين هو نادي؟ باقي هنا نادي كنادي ولا لا؟ ها؟ مشى هرب، لا راه مات مات ما مات ياك، خرج مشى، تخرج انت ولا تبقى؟ اه لكتو لا تبقى، ها نخرج، علاش جيتي؟ انا بغيت نسولك، علاش جيت؟ سمعتكش ما سمعتكش،
علاش جيتي؟ واش جيت عندك باش نجمع انا وياك؟ لا. ها؟ شكون بينك؟ ما بيني وبينك والو، وانت اش بينك وبين الدرية؟ ها؟ هذه اش بينك وبين الدرية؟ نبغيها. انت تبغيها؟ وانت تبغيها انا تنبغيك. ايه مزيانة تضحك ها؟ عمات جيتك شكون قال لك ديرها من اللور؟ رجع اللور كنتي بغيتي تضربني؟ لا 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 بغيتي تضربني ملي درتي بيدي تكاد لي مزيان قول لي انت تبغيها تبغي الدرية صافي راجل انا نجريها لي ندير معاك كونطرا الدم كلشي راه ساهل لكن الراجل يمشي في حالاته وما تصدقش دوا معاه ولكن انا نبغيك نبغيك ها علاش علاش ما تحملونيش انا بغيت نعرف علاش ما تحملوني ها باسل خيب ما في ما يتشافيك درويش انا درويش لا لا ما تغمقش عليا انا ما درويش ما ورا ضحك عليا مع راكت واش شلتك بالشخوف ولا سكاي والشراب ولا تشرب ولا تجبد صداع الراجل حتى انت قولي ما بغيتش تقول لي قولي ها انت مكبيتها كلشي بحال كيفاش بحال 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 ماشي مشكل شوف شويه ود العين تاهو يا تضبط العين انت تضبط العين عاود لينا عاود لينا عاود لينا العين شنو فيها شنو شي يكون فيها واش كاين فيها السحر واش كاين فيها طقوس ديال الجن تتعجبكم نتوما ما هي الطقوس باش بنادم توعق وصل الميساج للانسان اتوصلوا على خاطرك ولا صحه تختار انت وانا قاعد ماشي شلالي مالك تسكران تشوف فيا الدواء على خاطرك ما تدويش جاوبني دوي معايا ملي دوي معاك دوي معايا ادوي خويا نور الدين سؤال الاسئله ما دينا الشارب اليوم الشارب سولوا لي الشارب اليوم الشارب ها فودكا فودكا شارب فودكا جني شارب من شارب فودكا فين شربتي سولي فين طيق ولا ما طيقوش هذا الشيء هذا راه واقع اللي ما كيطيقش راه هذاك الشيء كيرجع ليه هو المهم هذا الشيء راه واقع وانا والله شاهد على ما اقول لا هذا جني مشرمل وري الطريقه باش عرف بنادم الطريقه كيفاش تيشرب كيفاش كيفاش تشرب صلح لي كيفاش راح شرح للمشاهدين كيفاش تشرب كي تدير هذا الشراب انت ساكن في السيده كيفاش تدير هذا الشراب كتخرج منها ياك انت عندك تدخل وكتخرج كتخرج هي ما كتخرجش كتمشي تدخل جسد اخر تدخل جسد اخر هي ما كتدخلش جسد اخر اش كدير معاه كيشرب كتشرب معاه حتى الكاس كيديروا فمو حتى كتشرب طاسه والقرطاسه شنو هو عاوتاني كلشي تما اش كدير عاوتاني المطيه الشراب كمايه عاد حشيش عاد واحد المقاطه كاع اخضر وبغيت نسولك واش كدبش عليا دابا الدم اشنو تدير به انت بدا انت ماشي هما انت دوما تشربوا كذاب كذبتي ولا ما كذبتيش كاين بلا ما تكذب عليك انا قلت لك انت كذاب كاين ولا ما كايناش دوا معايا انا كنتي اها ما تشربوش شدي شدي كاين ولا ما كايناش تدي للملك الملك نعم عارف داكشي الملك السلطان ها عرفتكش انا وانا ما نعرفكش واش نعرفك ولا ما نعرفكش نجبد لك التيتر ديالك نجبد لك القبيله ديالك بغيت نسولك داك الملك نجيبه ولا ما نجيبوش بالقدره الهي دابا نحضروا ولا ما نحضروش ها الملك ديالهم الملك ديال تدي لي الدم نجيبه ولا ما نجيبوش دوي معايا تدوي معايا ها واش بالقدره الهي يجي ولا ما يجيش كما اللي كنا عندي انا انت نتبع انا نوصل لي ميساجات نزيدك ثاني واحد النقطه ولا ما نزيدكش نزيدك واحد النقطه انت دور لي راسك دور لي راسك وشوف فيا الشجره شكون اللي كاين فيها شحال من واحد ونعرفك واش كاين ولا ما كاينش هو قول لي الشجره اللي ورا الدار اللي ورا لا انا عرفت شحال من واحد شحال من واحد عاصر دابا ها ودوا معايا شحال من واحد عاصر شحال من واحد عاصر دوا معايا خمسه تيتسناكم تموتوا ويجيو يدخلوا هما كاين ولا ما كاينش الاولين هاد المعلومه هادي باش الناس يعرفوا لا يعلم الغيب الا الله انك انت هاد المعلومه خدناها على الاولين اللي ماتوا قال لك راه كاين واحد خمسه في الشجره خرجوهم باش يدخلوا الاخرين هادشي وقع مره الاول باقين ولا هربوا دي تتصفر دابا ها تتصفر ماشي مشكل انا اصلا قلت لها ما تجيش قلت لها انت ما تجي علاش ما تجيش قلت لها رجع علاش بغيتي ترجع عرفتكم انا كاينين عرفتي انا كاينين شي درك لا لا مشيت
هاكاك شتيني انا ولا ما شتينيش بالكدو؟ انا ما بنتش ليك. لا ها؟ ما شتينيش واخا دخلتي انا ما بنتش ليك، كاين ولا ما كايناش؟ شتيها نور الدين وراجلها، ولكن شي حاجه واحده اللي شكيتي فيها هي الريحه، كاين ولا ما كايناش؟ دوي معايا. شتي تدوي ما بغيتش تدوي. نعذبك واحد شويه بسمي. هو دوي معايا غنفيقك ديك الفوطه. ها؟ ودوي معايا. بلاتي بلاتي تسلسل هذا انت شوف راه مسلسل بلاتي راه مسلسل هذيك خضرة انت في الواتساب ياك في الفيديو كتمثل وسكران ياك انت ديما كتشرب شراب ديما ها كتسحاش ديما كتشرب شراب ما كتسحاش هذا راه جاني مشرمل قلنا قبيله ما كيسحاش هذا خصو يطبطب بعد هو الاول يتسلسل باذن الله عز وجل صنط غتسلسل لا تسلسل مزيان تعصر مزيان ياك تعصر باذن الله يلا تعصر مزيان يلا تعصر مزيان يتحرق مزيان باذن الله يحرق باذن الله يحرق باذن الله يحرق باذن الله واحد النقطه نزيد للمشاهدين صا سكتنا انت دابا نشرحوا للمشاهدين باش بنادم يفهم ما انا قريت واحد التعليق واحد السيد قال لك اين الايات القرانيه وايات طرد الشياطين وايات الحرق حنا عارفين دوك ايات الحق وحنا ما تنطقطوش الرقاش الرقاش كاينين الحمد لله وكل راقي وطريقه ديالو حنا قرينا ما تيسير من القران ما تيسير من القران طلعوا صافي تم الدويش لا ما تبقى تخرج اسرار سمعتيني ولكن تشهد فواحد دابا السيد صيفط واحد ميساج اش قال لينا قال لينا فين الايات القرانيه وكلام الله ما كاين ما احسن منه واين ايات ديال تبطيل السحر باش يفهم المشاهدين الله يجازيكم بخير هاد السيده ما عادتها سحور نهائيا هاد السيده داخلين ليها علاش لا قبلتهم علاش داخلين جاوب الناس بصراحه قبلت الدم وهاد الدريه زهريه زهريه الدم دابا تيسرقوا دابا الشياطين هادو شياطين ماشي جن هادو شياطين ماسونين يهوديين ماسونين تيسرقوا الدم وتيدوا للملك ديالهم باش يرضي عليهم يعني هادو ما تيخرجوا ما تيخرجوش ما تيسلموش واخا دير اللي درتي معاهم نزيدك واحد المعلومه انت واقيلا ما عارفاش الا بغيتي تسلم خاص يكون جدك 40 جد يهودي مسلم الا كتعود مسلم كاين هاد النقطه ولا ما كايناش بلا كذوب ها هاد المعلومه تقولي ثاني باش عرفتيها المهم كلشي ديال الله واي حاجه ديال الله حنا جينا بغينا حنا جينا صدفه لقينا السيده مهلوك الله يشافيها الله اللي يشافي حنا سبب اخر نور الدين دوي خلينا نتفضلوا معاه نديروا بالنسبه نوضحوا الاخ اللي قال دابا التعليق هذا ويزك بخير الحاله ديال المس راه فيهم وفيهم كاين اللي عنده مس كاين اللي عنده سحر كاين اللي عنده عين كاين اللي عنده حسد كاين اللي عنده ثقاف كاين اللي عنده نعم كاين الجني اللي تقرا عليه ساعتين انت كتقرا عليه يلاه يبان في الحاله الجني كيكون يعمل واحد العقاد الحاله كيدير لها عقاد وهذوك العقاد كيتحصن بهم كيتقوى بهم الجني الحمد لله الحاله ديال الزهريه يلاه كتقول بسم الله كتقرا قول والله احد كيطلع الجني علاش لانه ما مثبتش بواحد الماده سحريه باش كيتعلق هو في الجسد تتبغى تقرا عليه هو كيحصن كيتحصن باش كيتحصن بهذيك الماده السحريه ويجددون السحر كيتجدد السحر في المنام السيده كيوكل في المنام باش السحر باش يتجدد لكي يتقوى ويتحصل ويختفي وراء الجسد نعم الجني يختفي وراء الجسد باش بالاسحار اما السيده هذه راه ما عندها السحر هذه السيده زهريه الله يجزيكم بخير الحمد لله حنا معروفين في البلاد موجان احمر في اسفي مدينه اسفي معروفين الحمد لله الرقيه الشرعيه وسول هذاك الشيء ديال الهادي وهذه انتقادات ضروري من ينتظر النقد الاتي الحمد لله ما كاينش شي حاجه قدام الناس اللهم بارك الصحافه وقدام كل شيء بان ما كاينش شي حاجه ديال الشرك الحمد لله ها هما يشهدوا ما كاينش شي حاجه شركيه الحمد لله السلام عليكم السلام طلع الجني واللي قال شي حاجه يجرب الحمد لله المهم الحمد لله حنا انتقادات ضروري من انتقادات ولكن ولله الحمد ولله المنه الاخ رشيد ان شاء الله يخرج باذن الله تخرج لا ما يخرجش ما يخرجش تصرف ان شاء الله طور لي راسك طور شويه العذاب باذن الله تشرب فودكا انا نشربك الويسكي دابا ان شاء الله تشرب ما فيش باذن الله ما فيش تشربوا بقدر الله وقدر الله تشرب ما فيش باذن الله بسم الله توكلنا على الله بسم الله توكلنا على الله
بسم الله توكلنا على الله، بسم الله توكلنا على الله. ماء الفجل، ماء الفجل يشرب بإذن الله بقدرة ويحرق بقدرة تكتف الأرجلين، تكتف الرجلين بإذن الله. ماء الفجل يشرب بإذن الله، بإذن الله يحرق بقدرة إلهية، يحرق يحرق بإذن الله يحرق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع، كرسي السماوات والأرض، ولا يعود حفظهما، وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم. دابا بإذن الله، قف قف قف، تقعد تقعد، بسم الله بسم الله، صافي بإذن الله. شوف شوف لي شوف لي شوف لي شوف فيا أنا، شوف فيا شوف فيا شوف فيا، سميتك تاك ديقريقش، شوفنا شوفنا شوفنا، تعددي شوية، أنا ما نلقى ندور فيك هضرات بزاف. شتي شناهي شتي شتي ولا ما شتيش؟ دوا معايا، ما بغيتيش دوي، ماشي مشكل، ما بغيتش دوي. أشنو بان لي؟ شنو بان لي؟ إلا ما سمعتش، السيف. اخر هضره اش تقولها؟ اخر هضره ها ما قلتلكش لقيتك في الجسد ها، انا الرحمه كذنوبه، سمعتيني، انا الرحمه غتخرج، اقسم لك يمينا اي قدام الناس تنشهد لك، الناس تنشهد لك الله والملائكه والناس، اقسم لك يمينا احنا معروفين بالرحمه، شنو اللي صون لي راجلها ولقاك، اشنو ندير ليك؟ اشنو ندير ليك؟ شنو هذا؟ اشنو شتيه؟ ها؟ راه نهبط راسك طار، كاين ولا ما كاينش؟ دابا نعطيك انذار، ما بغيتش ندير بحال المسخة، هذيك المسخة، اقسم لك يمين، الراجل راه طلع، الراجل راه بغى يقتلها، بغى يحيدكم، راه فكرتو؟ تل دابا عطينا انذار، عطيتيه لهم وديك راه خاصهم صافي. ها اخر نوبه، اقسم لك يمينا، راه شوف راه فين ما كنتي نجيبك، ها راه النار ترجع، ها ولات شعر هذا ديال التاتولي مشاهدينا اخويا، بقى بقى الايات اللي قلتينا، الايات حنا ما تنكذبو، ها انت ها الشعر ديالها الملموسة، ها الشعر ديالها، سولو سولو هو سولو دابا، انا نحن فيك راه نرحمك، الله اللي تيرحم، انا قول لي هضر بزاف، تكلم بزاف، هضر بزاف وشهد شهد المشاهدين، اشنو هاد الشعر ديال من؟ انت ما سمعناش بزاف ديالها، شكون اللي قطعوا ليا؟ حنايا نتوما، علاش علاش دوا معايا بغيتو تحمقوها، ولكن دابا شوف دابا تسنى، انا تطلب منك واحد الطلب، سلم سلم سلم، دخل الاسلام، ودابا تشوف دابا حنا فين الرحمه، شو انت شو راجل شحال درتي ليه وشنو درتي ليه، واش درتي ليه بزاف، بغيت تحرق ليه الدار، قطعتو ليه هادو، قطعتو ليه شعرها، بغيت تقتل ليه لولدو، ومع ذلك ارحمكم. دابا راه داكشي كامل خو رشيد، اسمح ليا، دابا الدر صغير فهمتي، دابا الدر صغير شنو دار، بغيت تقتلو، والله عنده 6 شهور دابا انت المشاهد، فكرتيني فكرتيني ديك الدر الصغير، الدر الصغير الدم، عارف انا شنو واقع لي، بغيت المشاهدين يسمعوا، نعم الاعمال ديالهم، عارف انا شنو واقع لي، سمعتي سمعتيني، الدر الصغير علاش زاد تيعودوا عيني حمرين، ملي تنجي انا حداهم تيبقوش حمرين، علاش دوي معايا، ما بغيتش دوي، ما باغيش دوي، الدوي اهلا وانا ما سخفتكش، دير لك ضربك انا بعيد مني، دوا معايا دوا معايا، علاش داك الدري تي حنيتي حمار، ياك عينيتي حمار، وين تيولو بحال الدم، تيولو بحال الدم، علاش ما عرفتيش علاش، هو صافي انا نقول تقول علاش، ملكه ها ملكه هي اللي كدير لي تدير لي بحكه بالعاني، دابا قول لي قبل ما نمشو، قبل ما تخرج في حالاتك، الاخ نور الدين، خويا نور الدين اخويا، الله يجازيك بخير، قبيله كنت عطيتي واحد واحد الهضره، سمعتيني على الناس المشاهدين اللي قبل العين، انت اللي تشهد العين شنو فيها،
والطرق. نعم نعم خويا الاخ رشيد. نعم قبيله قلت لك قبيله في اول لقاء من دويتش جبتي بان راه كاين العين فيها شياطين فيها مس فيها او المهم هذا الجني كشاهد هو ديرو شاهد للناس باش الناس اللي تيقي تيق ولا ما تيقش ما تيقش. حنا ما عندناش. شوف خويا الاخ رشيد اخ رشيد حنا بغينا نوريو الانسان. شوف دابا كلام ديال البشر. شوف كلام البشر الانسان كيهضر اخو وحيد هذا لا وري وري باش يشوفوا هذا هو الدليل هو هذا حيدوا لها شعرها وهما بقصوا لها شعرها حضروا لها حضروا لها على الجسد ديالها وقطعوا لها الشعر ديالها وبغى يشعلوا العافيه لان هاد الاعمال ديال الجن هي بغى يردوها شوافه وما بغاتش لقوا العقيده ديالها الحمد لله صحيحه من لقوا العقيده ديالها صحيحه هاد الناس هادو تنتقموا الجن شياطين لا رحمه لا والو فيهم الماسونيه فيهم اليهوديه فيهم وكانوا كنا طرائق قداده بحالنا حتى هما فيهم متعدي فيهم شرمل فيهم مسلم فيهم ماسوني فيهم كافر فيهم مبتدع. نعم بقى اليدين مربوطين انطلقوك باذن الله غتخرج انطلقوك باذن الله غتخرج. المهم شعلوا لها العافيه كيديروا الناس الله يجزيكم بخير راه قالوا على الله ثالث ثلاث وقالوا في الرسول مجد وساحر وقالوا كذا وكذا وقالوا قذفوا في عائشه وقذفوا كي قلنا قبيله انتظر النقد الاتم ضروري انتقادات طيق ولا ما طيقش خويا هذاك الشيء شغلك. المهم الحمد لله تتم ان شاء الله العمليه خروج بالجني ولكن كمل لي عاود لي مدوي لي باش تمشي فحال باش نطلقوا راه باغي نقتلك انا باغي نطير لك راسك لانك تسيد راجله هلكتي وهي هلكتي ولكن نوبة أخرى شوف نوبة أخرى راه غنطير لك رجليك وليديك صافي واش هذا وعد ولكن عاود السيد اشنو واقع تما في ديك العين عاد تمشي للعين وتتشوف وكذا وتتشرب تما مع الدراري وكذا الله يعفو على كلشي سول اسأل خليه يجاوب خليه لا مبغيش يجاوب انا نعرف كيف يتصرف. دابا الاخ رشيد اش بغيتي تعرف انت الحمد لله بغيت توري لك ما قبيله قلت للناس بان راه العين راه كاين واحد العين كاينه ميرة نعم 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 هذا السؤال الاخوان الكرام الله يجزيكم بخير ساكنة مدينة اسفي حنا هذا الجو هذا الامبيونس اللهم بارك اللي عندنا حنايا في مدينة اسفي العين تبارك الله في الجمالية ديالها من ناحية الشاطئ ديال اسفي راه شاطئ جميل ولكن هناك اعتقادات فاسدة هناك اعتقادات فاسدة الناس كتعتقد بان ديك السيدة راها سيدة ميتة انسية لا ميرة جزاكم الله خيرا الرقاص راه عارفين هادشي ميرة جنية وهناك ميرات بزاف بحال حنا عندنا سميت عائشة كاين عائشات بزاف سميت محمد عبد الرحيم المهم الاسماء كاين كثار كذلك ميرة واحد جنية مريحة في العين عزيز عليها عاشقة الرجال كتعشق الرجال الانس تسمى عاشقة كتدخل الانسان كتعشق الرجال عزيز على الاناقة معروفة بالاناقة ميرة معروفة بتباتها معروفة بالاناقة معروفة بالجمالية ديالها ومعروفة بأن هي كتعزز على الموسيقى وعزز على قناوة وعزز على الله يجزيكم بخير الناس اللي كتهود العين راه شحال من الدريات تصابوا العين معروفة وفيها أسحار وكاين واحد الاعتقادات تيقول لك راه كاين الحنة كيغسلوا العيالات باش تعيط تابعة واش إنسان ما زوجش تاه ولاد ولا كذا بدي تقول لك الله يجزيكم بخير الناس اللي كتهود الاعتقادات راه إن الشرك راه ظلم عظيم ماشي راه شرك راه هو الشرك اللي كي العياذ بالله اللي كيخلد مولاه في النار راه الشرك ثلاث أنواع راه هناك الشرك أكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي راه لا حلفتها بغير الله فقد أشرك قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك راه قلت وحق النعمة والحق هذا وحق هذا شركتي بالله عز وجل الله يجزيكم بخير إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا يشرك به راه الشرك راه واعر. المهم العين واش فيها شي أسحار ولا ما فيهاش؟ جاوب بالخف تكلم بزاف تكلم بزاف بالجد فيها اش فيها؟ حالاش وضح الهضره بزاف حالاش السحر الشعواذه كي كتسمعوا الجن ها هويا بانه راه جن ماشي انسي الجن اللي في السحر ان شاء الله ميرا هي اللي غتفسر لكم ان شاء الله باذن الله عز وجل كانت لا تتسع لنا الوقت ان شاء الله غندير واحد الحلقه ان شاء الله الحلقه المقبله على الوقت ما كيساعدناش باش نتكلموا على ميرا هذه راه ميرا راه باقا ان شاء الله غتبقى المهم ميرا ما مادياهاش هاد الثلاثه اللي فيها هاد اللي كيسكر والاخر مشرمل شقيفه وداك قريقاش كي قالت هي مليكه راه مشات بحال هكا هاد مليكه كانت حاشاكم كتدخل الطواليت تتكون في الطواليت فما هي دخلت الطواليت كطيح طيحه. المهم خير كلامي ما قل ودل ان شاء الله تتم عمل الخروج رحمنا هما الجوج ترحموا هذيك قالت لك قتلوني ما نخرجش هادو بغا يخرجوا باذن الله عز وجل تتم ان شاء الله العمليه الخروج باذن الله عز وجل. شوف لا رجعنا نوبه اخرى لقيناك شنو ندير لك
تدوي معايا. اه ما سمعتش، ما اقتلني. اه اقتلني. واش انا قلت لك طيرك راسك ولا لا؟ اه ورا ما لا بغيت الملك ديالك راه نجيبو. صافات لي ديك هاد طلقو طلق طلق اصلا في لا تقول يدي مدلر يلا خرج باذن الله يطلق راه دقات دقات من غتخرج ليها هضر بزاف سبعة الكبير يلا استعد جبد شوف شوف فيا سميتك اقسم لك يمينا ونرجع اه شنو اللي صون لي راجل يقول لي راه باقي راه رجعوا راه العذاب اللي نعذبك راه ما نعذبوش شي واحد اخر الله يسمح لي يا خويا سير دوي طنطن واحد شويه غيطنطن قول لي علاش على حساب هذاك الشيء اللي كان كيديك العياقه ديالو يطنطن اللي غيخرج تكتف الايدين تكتف الايدين تكتف هاد خرج هاد تكتف تكتف الايدين تكتف الايدين لا ما تكتفوش ما بغيتكش انت جبد ما بغيتكش حتى تكتفهم قدر لي رجع للور رجع للور تكتف الايدين تكتف الايدين الى الوراء تكتف الايدين الى الوراء كتف رجع 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 باذن الله رجع عندك الله رجع عندك الله تكتف بالزمن تكتف الايدين الى الوراء بسم الله توكلنا تكتف الايدين في الوراء تكتف بالقدره الالهيه بالقدره الالهيه الى الوراء رد راسك الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله توكلنا على الله يحرق باذن الله يحرق 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 العذاب ثم العذاب 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 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من اللي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله توكلنا على الله يحرق 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 العذاب العذاب يحرق يحرق داكشي كامل اللي درتي اللي درتي كرفسي كرفسي الزوج ديالها وكرفسي ولدها ان شاء الله يشربوا ماء الفجل باذن الله ماء الفجل باذن الله اشرب 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 انا اشرب خوتك انا اشرب 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 باذن الله بالقدره الالهيه بالقدره الالهيه اشرب اشرب ما سمعتش اشرب 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 هكاك اشرب 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 من نيفك من فمك اشرب اشرب غير فوتك انا نعطيك فوتك ماء الفجل يشرب باذن الله باذن الله باذن الله شراب باذن الله بالقدره ديالي ماء الفجل ماء غير الفوسكا واش عليك عليك هاد الروائح هادي شم 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 يلا شم زوينه يلا 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 عجب العجب الحريق 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 يحرق باذن الله يحرق 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 بالقدره الالهيه يحرق 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 بركه عليك بركه عليك ونزيدوك بركه يحرق 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 دابا فمك يتسد باذن الله ما بقيتي دير والو فمك تسد دابا باذن الله بالقدره الالهيه يلا نشوفك يلا بخ بخ نشوفوا البخ ديالك يلا ها هو ما فيش مني فكيهبط باذن الله ما فيش يهبط من الانف باذن الله بالقدره الالهيه ويحرق باذن الله العذاب 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 وما ادراك ما العذاب يلا 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 العذاب 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 حريق حريق باذن الله يحرق يحرق باذن الله يحرق بارك عليك ولا نزيدوك انا مابقاش شويه ما بغيتكش تبقى دوي فمك يتسد باذن الله فمك يتسد باذن الله مابقاش بغيت نزيد هادو ما دابا ما بقاش يجوا يلا تكلم انا دوي دابا تكلم تكلم يلا هاك شويه دوق دوق بسم الله الرحمن الرحيم اقول والله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الحريق الحريق باذن الله يحرق شويه دوق دوق يحرق باذن الله يحرق 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 باذن الله يحرق 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 باذن الله يحرق 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 ريح يحرق كتف الايدي يلا يلا رجليك تكتفوا كتف يحرق 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 باذن الله يحرق يلا ريح رجع لبلاصتك رجع لبلاصتك نوض بالخف ونوض مسخوط نوض 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 نعطيتك شويه دوقتك باش 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 بغيت ترجع دير بحسابها وندير معاك انا جاتني واحد الفكره بغيت نطيلك شي رجل نطيلك شي رجل باش تشعرج نوض ها يلا نوض ونوض لا اخر فرصه عندك هي هذه ما تبقاش ترجع نوض نوض لا ذلك نوض نوض ما تبقاش ترجع نوض قال لي ديك يتطلقوا باذن الله اللي ديك يجيو نردهم من باذن الله هكا قول لهذوك اللي غيجيو يدخلوا الاخرين قول لهم راه الا رجعتوش شي شي واحد راه غيموت قول لي انت اش من نوع ادوا معايا خلينا اش من نوع كلب هذا انت راه كلب هذا كي هكا كندي ولا كان اسميه كلب ولا مش ها ما بغيتيش دوي ما بغيتيش دوي ما ماشي موش لا ماشي موش انا عارف شكون دو معايا شكون ماشي موش مشيت لعب ليا لفمي ما بغيتيش دوي نطير لك رجل شكون هذاك شناو اشناو اش من صنف كلب اكد يلا 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 شوف انا عطيتك دو وقتك كتخرج ايش ترجع باذن الله من غير تخرج مين من غير تخرج لا يخرج لا من غير تخرج يلا خرج ها
يلا جبد جبد تمدد تمدد اخرج ادن ادن باش يخرج بيدنا يلا يلا ادن يلا الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حقا لا إله إلا الله ما تقولش الناس السمية ديالك الله يجزيك تسنتي تسنتي ما تقولش الناس السمية ديالك إنسية أم جنية إنسية أم جنية إنسية أم جنية طرق لي يدك أختي على حسب بلا ما تقول لنا السميه ديال هذا شكون هو اش يجيك بلا ما تقول لنا السميه هذا هذا شوف فيه بلا ما تقول لنا السميه اش يجيك راجلك لا الحمد دابا اخوان المشاهدين الكرام عيدي شويه غان سمحك غان تخافتي ماشي مشكل كدير لي يديك دير لي يديك بغينا ندير الشهاده الله يجازيكم بخير اخوان المشاهدين الكرام كما لاحظتم ولله الحمد هذا بفضل الله ومنه وكرمه كما تلاحظون والله على ما أقول شهيد هذه الحالة من الحالات المستعصية الذي حاروا فيها الرقاة بإذن الله وكما لاحظتم ولله الحمد ولله المنة بأنها تتمت عملية خروج جوج من الجن الملقب قريقش والآخر شقيفة كيقول لك الناضي كنادي مشرمل كيسمع قال لك الناس ما علينا وهذيك ملكة قالت لك ما غنخرج قتلوني حكمت على راسها ماتت بإذن الله عز وجل وهذه باقي دابا راه كاينه الرابعة ميرا ولكن الحمد لله على اتساع الوقت إن شاء الله الحلقة المقبلة بإذن الله عز وجل ميرا بقات هنايا دابا يمكننا نطلعوا عليكم ولكن اتساع الوقت ما كاينش الوقت الحمد لله الحمد دابا كما تلاحظون تتم عملية خروج بإذن الله إخوان الكرام قاطبة سكان مدينة آسفي ولله الحمد ولله المنة بشرى لكم نحن إن شاء الله على الأبواب اللي بغى الرقم ديال الهاتف الحمد لله 06 82 60 52 99 ونمرة الأخ رشيد 06 44 44 01 01 34 39 69 69 وإن شاء الله تابعونا إن شاء الله باقى واحد الجنية اسمها ميرا لأن دخلت لها في العين سميتها ميرا باقى نديروا واحد الحلقة إن شاء الله خاصة ولله الحمد ولله المنة دابا حاضرة السيدة بلا ما نذكر الاسم ديالها ولو بغيتوا ديروا واحد الشهادة بإذن الله عز وجل فيها 5 دقائق هذا الشيء اللي طاري لها بإذن الله عز وجل غنديروا معاها داكشي اللي واقع عليك قولي اختي باختصار الله يجزيك بخير قلل يدك ودوي اختصار واش معذبة ما معذباش شنو باش واصل الصوت ياك أنا باختصار الله يجزيك بخير أخت اختصر لينا اش كان عندك شقوا عليك وحاول لنا القضية ديال شعرك والقضية ديال منوتي العين الله يجزيك باختصار هادو ما تحشميش بقى مصدومة هي ما عرفتش شنو واقع لها تكلمي تكلمي الله يجزيك بخير تكلمي الله يحفظك اختي الدوي ولا بلاش ما بغاش الدوي ما بغاش الدوي صافي خلي راهي مهلوكة علاش كتبكي اختي علاش علاش كتبكي ها قولي علاش كتبكي الله يرضي عليك ها نعم نعم اتهضري لا اختي لا سمحونا اخوان الكرام السيده دابا مصدومه ناضت مصدومه بانها ما كانتش عاقله تسرع باذن الله اخوان الكرام لا تنسونا بدعائكم كان معكم اخوكم الراقي ابو احسان موتيق والاخ رشيد ان شاء الله احنا كنسكنوا مدينه اسفي اللي بغانا مرحبا نتواجد مدينة اسفي الرقم راه ان شاء الله غتلقاو تلقاو تلقاو ان شاء الله تما في الشاشه باذن الله عز وجل في اول تعليق باذن الله تلقاو تمايا واخواني اخواتي لا تنسوا الصلاه على محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.